كل الشكر للمبادره انها مبادره من الشباب مش للشباب. يعني انا بشكر اسلام كنت متابع معاه من الاول انه مشي المبادره دي مبادره شبابيه خالص. النقطه الاهم ان المحاماه مشكلتها اغلب 90% من المحامين اغلب مشاكلهم ان مفيش وقت للرياضه. فانتوا صحيتوا او حفزتوا المحامين مش الشباب كمان القدام انه يرجعوا تاني يفكروا في الرياضه. الامر الثالث والاهم يمكن مش عارف انتوا مش واخدين بالكم منه ان اول مره نقابه مهنيه اول مره النقابات المهنيه ملهاش اي نشاط رياضي. اول مره نقابه مهنيه في مصر هتبدا مشوار رياضي في العاب متخصصه. فدي اللي يخليكم تخلي بالكم ان الموضوع مش صغير، موضوع كبير. هتتحسب لكم هتتحسب في تاريخ النقابات المهنيه ان اول نقابه مهنيه نقابه المحامين اهتمت بنشاط رياضه متخصصه. ونادي متخصص. فالتجربه كويسه وهتكتب لكم في التاريخ ونتمنى لكم التوفيق ويكون في العاب اخرى متعدده ونفكر في فكره ان انشاء مراكز زي الجيم وزي الحاجات سواء في هنا في الجيزه في القاهره. فالفكره مبادره شبابيه محموده وهتتكتب في تاريخ النقابه. لو انتم بصيتوا في كل النقابات المهنيه مفيش اي نقابه مهنيه في مصر ليها فريق رياضي في اي نشاط. هنيئا لكم والنقيب والمجلس وكل زمايلنا اللي على المنصه معاكم في اي حاجه انتم عايزينها وشكرا وربنا يوفقكم.